شوي الموسيقى البديا يا سلام. أكبر كراطة في الكبيتة وزين الأحل وشهد المنكر. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كالعادة قبل ما نبدأ كنتمنى أنكم تهبطوا وتتأبونوا معنا. اليوم ولا كنقلب في الأغاني ديال الألترا بحكم أنني كنحاول نمضي بهم، وكنتمنى أن هاد الألترا لي زادمين ديالهم أنهم ما يحكروش علينا إلا أننا كنهضروا في صالح كرة القدم الوطنية. المهم ولا كنقلب لقيت واحد الأغنية اللي مونطيت بها واحد الفيديو من قبل. الصراحة أغنية من أحسن الأغنيات اللي سمعت، أغنية ديال ألترا ريد ريبل ريد ريبلز ولا المهم كنتمنى أنني نكون نطقتها مزيان كما هي كما كي ينطقوها. صراحة أغنية من 2015 قديمة لسوء الحظ أننا ما سمعناهاش حتى دابا. أغنية كتلخص الواقع ديال كرة القدم الوطني، أغنية كتلخص المعاناة ديال كرة القدم، كتلخص المشاكل اللي كتعيشها كرة القدم، كتلخص كل شيء. يعني أغنية ديال هاد الألترا اللي كتشجع حسنية تكادير، تحية الناس الحسنية والناس تكادير بصفة عامة. المهم غادي نسمعوها ونكملوا الهضرة. شوي الموسيقى البدية يا سلام. كراتوس أكادير لحن واعر. جماهير السوسية، تحية لجماهير أكادير. يعني كتبين دابا انها اغنيه سياسيه، قال لك ما تخوفنا لا قيود لا سجون، لا قانون يحميك لا حق مضمون. يعني من 2015 هما كيديروا اغاني سياسيه، اغاني زعما فيضانات حفرت القبور، مسؤولين في خبرك غيوم بكاس فتحت المستور. فكروا بشوية المونديا. الصراحة من ديك الواقعة ديال الرباط ديال الماء ديال لابيسين، من تما كنا كنتمنوا ماشي غير وزير الرياضه هو اللي يتقال، ولو انه رجع دابا راه كاين في البرلمان، كنا كنتمنوا اي مسؤولين على الرياضه في ديك الفتره كلشي يمشي بحال. هذه النتيجه ديال السياسه ديالهم الكرويه، ديال السياسه ديال المسؤولين على الرياضه. كملوا. اكبر كراطه في الكابيتا وزين الاحل وشهد المنكر. ربيتك من كل شفار مساجة قاسية. هي المشكلة أننا ما سمعناهوش من 2015 حتى الآن. برافو عليك. ولادهم قراو شعوب دمصوع، قلت لكم ان ميساج سياسي وميساج كيشرح المعاناه ديال الشعب. ممكن هذا الاغاني ديال الالترا شحال كيقول لك انهم مجرد اغاني تشجيعيه، اغاني ديال الرياض، اغاني ديال الكره. لا، راه كيوصلوا ميساجات اللي كيعاني منها الشباب، لان شكون اللي كيشجع، شكون مناش كتكون هذه الالترا؟ كتكون من الشباب. دوك الشباب مناش كيعانيو؟ كيعانيو من البطاله، كيعانيو من كاع اي حاجه كيعانيها الشعب المغربي، راه كيعانيو هذوك الناس اللي في الالترا.
ملي كيجيو يخرجوا اغنيه راه ضروري يدخلوا المعاناه ديالهم، ضروري يدخلوا داكشي اللي كيشوفوه في المجتمع، لانه ما كيعيشوا داكشي اللي ما كيعيشوش ولد الوزير ولا ولد هذا اللي داز الفشوش اللي شفنا مؤخرا، شي كيدوز على الجدارمي بالطوموبيل، شي كيدفل على شي مسؤول، داكشي ما كيعيشوش دوك الناس اللي كيفيقوا كيلقاو الفطور فوق الطبله ويلقاو الشيفور كيديهم للمدرسه ولا كيديهم لهذا يمشيو يلعبوا التنس ولا كيديهم يلعبوا الكولف. دوك الناس ما كيعيشوش داكشي اللي كيعيشوا هاد ولاد الشعب، لان كره دارت للفقراء، كيمارسها الفقراء وكيشجعوها الفقراء وكيعيشها الفقراء. داكشي باش الالترا دائما لا في الرجال في بلادي دلموني لا الوداد قلب حزين، لا كلهم كيخرجوا المعاناه ديال الشباب. كملوا الاغنيه. دابا هنا علاش هضر هنا الا تعقلوا على داك الجدارمي اللي صب الرب، استغفر الله العظيم، هاد السيده اللي صب الرب في داك الفيديو فاش كانت كتصور وحده اللي مشدوده ومن اللور، فاش كان مراكشي شاف داك الفيديو هضروا عليه هنا، اللي كيبين ان داك الشيء وقع في 2015. عمود قالوا راه مازال والله هذه ما قريتها حتى لدابا، قالوا البارول سيبل ليكول مغربي. هادشي كيعني اي شاب، ماشي اغنيه كتخرجها الراجا في بلادي دلموني ينوض الواحد يقول لك لا ما تماش لانه هو ضد الراجا ولا لا، لان الاغنيه راه كتعاود المعاناه ديال الشباب بصفه عامه في المغرب كامل من طنجه للكويره. تا هادو راه يقولوا لك راه هادشي كيعني المغاربه كاملين، كيعني شي الناس دكادير ولا الناس ديال الحسنيه ولا هما هضروا على الشباب بصفه عامه، هضروا على الشعب بصفه عامه. كمل. تحيه لهاد الناس هما اللي سجلوا ربما هما هادو اللي كبروا، برافو عليكم، انت الناس تحيه لهم. صراحه من احسن الاغاني، من احسن الاغاني. بالصدفة هذاك زي كان قلب تلقيته ميديا اير اير. صراحة برافو عليهم، بالصدفة كنت كنقلب تلقيت هذه الأغنية اللي ترفعوا لها القبعة وترفعوا القبعة للناس اللي غناوها والناس اللي كتبوها والناس اللي لحنوها، بحال هكا اللي بغينا. تصور أنك كتسمع هذه في المدرج، أنا مازال ما سمعتهاش كيغنيوها في المدرج ديال الحسنية، كنتمنى انني نسمعها ولو انني غادي نسمعها غير من التلفازه واش غادي يوصل الصوت ولا عاود كينقصوا، لان تا النقل ديالنا الله يهديهم يعاود ما يخليو الجمهور تعرفوا الفرق، لان كاس العرب في ابو ظبي راه كيخليو الجمهور كما هو كتسمع انت الاغاني كي غادي عندنا في الرياضيه ولا في الاولى ولا هذا كي يسكتوهم باش يتسمع غير المعلق بوحدو. انت كتشوف كتقول راه الجمهور ما كاينش، وفي الواقع فاش كيخرجوا الناس كيخرجوا لي فيديو لي صوروا بالهواتف ديالهم كتلقى ان الجمهور راه كان كيزعزع الدنيا. المهم كنتمنى هذه الاغنيه انها تغنى ونسمعوها في المدرجات، وكنتمنى ان الالترات يمشيو على هذا الحد، وهذا اغاني زوينين وما كنقولكش ان يكونوا سياسيين، وانما يكونوا اللحن ديالهم زوين كلماتهم هادفه، وكنتمنى التوفيق للجميع. اليوم احنا خصنا باش نهضروا على هذه الالترا اللي تحيه ليها اللي تستحق الاحترام الصراحه، اللي خرجتنا هذه الاغنيه اللي من احسن الاغاني اللي سمعت. وصلنا الأخير هذا الفيديو كالعاده، ما تنساوش تابوناو شي جيم شي كومونتير، الاراء ديالكم في لي كومونتير كلها مقبوله، كما كانت اش بان لكم في هذه الاغنيه نتسنى الجواب ديالكم في لي كومونتير. نتمنى لكم التوفيق، ما تنساوش تابوناو ما تنساوش تابوناو. يلا السلام عليكم.